عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. اليوم غنقدم لكم بريوات معمرين بالحشوه ديال الحوت مع سيجار معمرين بالجبن. يلا معايا شوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير ديالها. يا شيخ، ايه يا شيخ، معايا المراحل. نبداو على بركه الله. عندي هنايا في هذه البريوات عندي شويه ديال الكروفيت، شويه ديال الكالامار، وشويه ديال القزبر معدنوس. بالنسبه للتوابل عندي هنايا شويه ديال القزبر يابس، شويه ديال التحميره، شويه ديال الحقوم بلدي، شويه ديال السكينجبير، وشويه ديال العطريه ديال الحوت، شويه ديال الابزار، شويه ديال المليحه، وشويه ديال الكمون. وصوص الطوجة عندي تقريبا هنايا صوص الطوجة عندي تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال صوص الطوجة، شويه ديال زيت العود، وشويه ديال القزبر سمحوا لي، شويه ديال الزيت المقطع، وشويه ديال الفرماج محكوك موتزاريلا. وتقريبا عندي هنايا واحد العلبه ديال هذه الشعريه الصينيه، وشويه ديال الشامبينيون، وفلفله حلوه مشحره. هادشي اللي كنحتاجو في هاد المقادير ديال هاد الحشوه. وهنايا نسيت ما قلت لكم، معلقه ديال الهريسه اختياريه، اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش ما يديرهاش. وهنايا عندي الحامضه مصيره، نص حامضه مصيره مقطعه. هنايا غندير زيت العود، غنديرو هنايا، غندير قزبر معدنوس، وشويه ديال الثومه نسيت ما قلتها لكم. غندير التوابل، معلقه ديال الهريسه، معلقه ديال مرقه الحب، شويه ديال الماء باش نحركوا هاد الشرميل هادي، وغنخلط. صوص الطوجة، وجميل وجميل سيدنا النبي، ولا ظل بل كان نورا، تنال الشمس منه. غندير هاد الشكوش يتشحر ليا ورجع معكم ان شاء الله. ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا.
الحشوه ديالي كتبرد قطعت الورق الفيلو انا نقول لك قطعته هو اللي غادي نعمر به هاد البريوات هادو وغنجي ان شاء الله الحشوه نعمرهم معكم غندهنهم بشويه ديال الزيت شويه ديال الزبده وغادي نلصقهم بشويه ديال هذا شويه ديال الدقيق والماء هادشي اللي غنحتاج ونبدا ان شاء الله استني واحد شويه ديال الفرماج درته في الاخر وعطر يبقى اذا مس الايادي وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد الشمس منه والبدور ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدور ولم يكن الهدى لولا بورا ولم يكن الهدى لولا بورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا سيدنا النبي قمر هنا غنستعمل واحد شويه ديال الجبن غنعمر به هذا ورق الفيلو حتى هو ومع شويه ديال الزعتر تقدروا ديروا اي نوع من الجبن اللي عندكم دهنت بواحد شويه مش بزاف ديال الزبده والزيت وغادي نعمر بهم ان شاء الله هادو وكف المصطفى كالورد ينادي وعطرها يبقى إذا مس الأيادي وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد حبيب إلى خير الدرايا قمر قمر
الإنسان هو البذور ولا ظل له بل كان ها هما البريوات ديالنا اللي ساليتهم انا احتفظت بهم في الكونجيلاتور درتهم مفرقين حتى قصحوا ليا وشدوا غادي نديرهم نحتفظ بهم في البلاستيك اللي بغيتها والكميه اللي بغيتها غنخرجها. انا بالنسبه للجبن استعملت هذه النوعيه هذه لا كاينه هي اللي استعملت في هذه الحشوه ديال الداخل. نتوما المهم الا بغيتوا انا قلت لكم انا المهم انا هذا هو اللي استعملت. نتوما استعملوا اي جبن بغيتوا ولكن حتى هذا كيجي زوين. دابا ان شاء الله ملي غنطيبو غنشاركوا معكم. ها هما البريوات ديالنا كيجيو زوينين مع دوك لي سيكار الجبن كيجيو رائعين. جربو ان شاء الله غادي يعجبكم. انت الى عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش عنا بلي لايك وديروا لنا اشتراك وشكرا لكم بزاف 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 ومبروك على واشكم. قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد. كيفاش كيجيو من الداخل كيجيو بديك الحشوه ديال الحوت كيجيو زوينين غير جربهم ان شاء الله غادي يعجبوكم. تبارك مودع البركات فيه فليس لفضله ابدا قصور فمن بركاته عقل سليم ورأي صائب فكر منير ورأي صائب ورأي صائب فكر منير.